ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال. Dan wasiat kami secara khusus kami sampaikan kepada ibu-ibu agar senantiasa menjaga jilbabnya, menjaga hijabnya, dan membantu bapak-bapak, membantu kakak-kakak kita atau saudara kita atau kaum laki-laki agar bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berikan wasiat kepada seluruh pemuda yang ada di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang muslim yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin. Wa barakna lin'amal salihan fi yadayya risalatu تنشر قيمة للحب للسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مساء هذا اليوم المبارك يوم الخميس الرابع عشر من شهر ذي الحجة من سنة 1440، تم بفضل الله تعالى بالتعاون مع الأحبة في مؤسسة منبر التوحيد افتتاح مسجد وجامع أم منصور، كتب الله لها الأجر وجعل الله ذلك في موازين حسناتها. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يجزي المتبرع كل خير، وأن يجزي القائمين عليه، وأن يجعل لها بكل صلاة فيه حسنة، وأن يرفع بها الدرجات في الجنة يا رب العالمين. والشكر موصول للأحبة في مؤسسة منبر والشيخ حيدر والجميع ولأهل القرية على الاستقبال المبارك والحفاوة الطيبة. الحقيقة أنهم محرجون بهذا، وليس بمستغرب على الشعب الأندونيسي هذا اللطف وهذا التعامل الطيب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا في الدنيا على خير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يجعلنا يا رب العالمين من أنصار هذا الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله kami masyarakat Desa Dolit mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Yayasan Mimbar Tauhid atas pembangunan masjid di mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah tetapi juga ada sarana-sarana pembinaan ini umat, dan juga dengan masyarakat keadaan yang ada di kampung yang kondisi ekonomi juga ya, untuk kalau mau lihat dengan fisik bangunan yang ada ini kita tidak akan mampu menyelesaikan masjid yang sebegini besar. في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمةً
للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.